الكل يسعى للحصول على المال ويصبح من الأغنياء، لذلك سأعرض على حضراتكم بعض الأشياء التي يفعلها الفقراء والتي تمنعهم من الوصول إلى هدفهم الأهم، وهو كسب المال والوصول إلى الغنى والثراء. خذوا هذه الأمور بجدية لتحسين وضعكم المادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أشياء كثيرة يفعلها الفقراء ولا يفعلها الأغنياء. أولا، الفقراء يشاهدون التلفاز بكثرة. نعم، الأشخاص الفقراء يضيعون أوقاتا طويلة ويهدرون الوقت في مشاهدة برامج تافهة على التلفاز، وإنه لأمر خطير جدا. فإذا كنت تعرف مواعيد المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية فأنت تضيع وقتا كبيرا بجانب التلفاز، وحياتك لن تتغير إن لم تتغير أنت. فأخبار المشاهير وتتبع فضائحهم لن تفيدك أنت بشيء، بل سوف تفيد المشاهير. فالأغنياء يسعون دائما للظهور على التلفاز وليس لمشاهدته. فمشاهدة التلفاز تعزلك عن مشاكلك، ولا تقوم بحل هذه المشاكل بمواجهتها. لكن قد يفيدك التلفاز بمشاهدة الأخبار وما يحدث في العالم، لكن قنوات الأخبار لها مواعيد عرض دقيقة لا تنتظرها. خذ بضع دقائق في البحث عن الأخبار في الإنترنت ثم عد إلى عملك، فهذا أفضل. ثانيا، تناول الوجبات السريعة. الصحة هي كل شيء، لكن كثيرا من الفقراء لا يهتمون بما يفيد من طعامهم ولا يعرفون أي شيء حول التغذية السليمة. إنهم يكثرون من تناول الوجبات السريعة المليئة بالسكريات والسعرات الحرارية التي لا قيمة غذائية فيها، لذا فهم لا يعتنون بأجسامهم، ونتيجة لذلك لا يستطيعون التركيز في عملهم واستعمال قدراتهم بالكامل. إن لم تتناول طعاما صحيا سينعكس ذلك على حياتك بالكامل، ستعاني جسديا وصحيا وعمليا وعاطفيا أيضا. ثالثا، شراء الملابس والمنتجات أثناء التخفيضات. الشيء الوحيد الذي على الإنسان شراؤه أثناء التخفيضات هو الأسهم في الشركات، لأن الأغنياء دائما يحاولون استثمار أموالهم وزيادة أرباحهم، وبالتالي تزيد مدخراتهم، بينما الفقراء يصرفون كل ما لديهم للحصول على المزيد من الملابس والمنتجات. فالملابس التي بها تخفيض هي الملابس المكلفة التي لا يريد الأغنياء دفع ثمنها الأصلي. لذلك عندما ترتدي هذه الملابس تجد نفسك تبدو وكأنك لا تستطيع دفع ثمن هذه الملابس الأصلي قبل التخفيض. رابعا، الاستيقاظ في وقت متأخر في سنوات الشباب. الفقراء غالبا أكثر كسلا من الأغنياء في شبابهم. الكثير من المشاهدين سينزعجون من هذا الأمر، لكن الإحصائيات تشير إلى صحته تماما. فالشخص الذي استغل شبابه في تطوير نفسه لن يجد نفسه فقيرا أبدا. لكن إن لم تثقف نفسك وتستيقظ مبكرا ولا تزال تضيع وقتك في أنشطة تافهة، ستجد نفسك متأخرا ولن تستطيع أن تجاري متطلبات الحياة. فالأشخاص الذين لا يشغلون شبابهم في تنمية قدراتهم وتطوير أنفسهم ينتهي بهم الأمر للعمل بجهد أكبر مقابل معدل نجاح أقل للغاية، وبالتالي لن يستطيعوا الوصول إلى الغنى مطلقا. خامسا، عشق الرياضة بشدة. لا أتحدث هنا عن ممارسة الرياضة بل مشاهدتها. فإن لم تكن رياضيا أو تمتلك إحدى الفرق فليس هناك أي سبب في تضييع وقت طويل جدا في متابعة برامج ومباريات وأخبار رياضية، لأن ذلك هروب من الواقع. فرغم أنك لا تملك التأثير على نتيجة مباراة، فإنك تصرخ عند مشاهدتها وتعيشها بحماس، فأنت مجرد متفرج وليس لك أي تأثير. فهل تريد أن يبقى مبدأك طول حياتك أنك غير مؤثر؟
أو أن تبقى متفرجا للأبد. سادسا الاستحمام. أغلب الوظائف في يومنا تحتم علينا الاختلاط بالأشخاص والزملاء بالعمل، لذلك فالأشخاص الذين لا يحرصون على نظافة جسمهم ومظهرهم سيقل معدل نجاحهم، لأن الآخرين لن يثقوا فيهم أبدا ولن يقضوا معهم أي وقت. إن كان الناس لا يحبونك ولا يريدون قضاء بعض الوقت معك، فأي حياة اجتماعية وشخصية ستكون لديك؟ إن أول خطوات النجاح هو الاستحمام المبكر صباح كل يوم. سابعا اللوم على سوء الحظ. أغرب الأشخاص لديهم أعذارا أو يلومون الآخرين على عدم نجاحهم، وبنظرة بسيطة حوالي 99% من قراراتك واختياراتك أنت الذي تتحكم فيها وليس الآخرين، فلا مجال للوم أحد إلا نفسك فقط، لأنك بكل بساطة المسؤول عن حياتك والمسؤول عن علاقاتك. فعندما يصيب الناس مكروه، الفقراء فقط هم من يعتبرون أنفسهم الضحية ويكتفون بالبكاء، أما الأغنياء فيبحثون في الأمر ويدرسون لماذا حدث وكيف يمكن أن يحمون أنفسهم من الوقوع في نفس المشكلة مجددا. ثامنا الادخار. الفرق بين الفقراء والأغنياء هو أن الفقراء لا يستعدون لما سيأتي، فادخار بعض المال أمر ضروري جدا، فإن حدث أي مكروه ولديك بعض المال في رصيدك الاحتياطي سيكون بإمكانك حل المشكلة. أما إن لم تكن تمتلك شيئا وكان الأمر طارئا، فما الذي ستفعله؟ ربما ستبيع أحد أغراضك أو تأخذ قرضا مثلا، بينما الأغنياء لا يمسهم أي ضرر إلا تخفيض المال الاحتياطي لديهم، والعكس صحيح تماما. فإن ظهر أمامك فرصة استثمارية في مشروع مربح، فالأغنياء سيستغلون هذا من أجل الاستثمار أو الربح، أما الفقراء فلأنهم لا يملكون مالا إضافيا أو احتياطيا لا يستطيعون التحسين من وضعيتهم، لذلك فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا. تاسعا الاعتماد على القروض لشراء أشياء تافهة. الفرق بين الغني والفقير يتضح جدا في استخدام القروض، فالقاعدة بسيطة، الأغنياء يحصلون على القروض للاستثمار فقط ولا يأخذون القروض لشراء تلفاز كبير مثلا، وهذا ما يفعله الفقراء تماما، لأن ذلك خطأ كبير جدا لا يقع فيه الأغنياء. ومن الممكن أن يحصل أيضا الفقير على قرض لشراء موبايل حديث مثلا، فرجاء لا تفعل ذلك، اجمع المال أولا وتعلم كيف تنفقه. عاشرا إنجاب الأطفال في سن مبكرة. في الحقيقة الأطفال مكلفون جدا، بالطبع إنجاب الأطفال أمر جميل، لكن إن كنت تعيش في أحد الدول النامية فتربية طفل ستكلفك الكثير من المال، والفقراء ينجبون الأطفال كثيرا في بداية شبابهم رغم فقرهم، لكن الأغنياء ينتظرون قليلا حتى تتحسن أحوالهم المادية، ثم ينجبون الأطفال بعد أن يتأكدوا من سلامة البيئة التي سوف يعيش بها أبنائهم ولا يتسرعون في الإنجاب. 11 الذهاب إلى الطبيب بصفة منتظمة. الأغنياء يذهبون إلى الأطباء بصفة منتظمة، لذلك يتم تشخيص المرض منذ بدايته بسهولة، أما الفقراء فلا يذهبون إلى الأطباء إلا متأخرا جدا، مما يزيد من تكلفة العلاج وربما لا يتم شفاؤهم، بل قد يقضي عليهم هذا المرض لا قدر الله. فالصحة أمر مهم يهمله الفقراء ويهتم به كثيرا الأغنياء. 12 إنفاق المال قبل الحصول عليه. من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص إنفاق المال قبل أن يحصلوا عليه، فبمجرد أن تبدأ بالسلف وأنت لا تملك المال لرده، فإن حياتك ستبدأ بالانهيار ويزيد عليك الضغط النفسي، فإن كنت لا تملك المال لشراء شيء فلا تشتريه، وعود إلى العمل واشتريه حين تحصل على المال. 13 الفقراء يحيطون أنفسهم بفقراء آخرين.
الفرد منا يحتاج لمن يلهمه ويعطيه دفعة إلى الأمام، أو يحتاج لشخص ناجح يعطيه الأمل والعزيمة لكي يصبح مثله أو أكثر. فإن كنت ما زلت مع الأشخاص الذين تعرفهم من فترة، فعليك إعادة النظر في ذلك، ولا تخف من التعرف على أشخاص أفضل، لأن من تعرفهم لا يرغبون في أن تتغير للأفضل لتبقى دائما معهم. 14. تحقيق الأحلام وتطبيق الأفكار. لا يمكنك اختيار والديك أو مكان ولادتك، لكن يمكنك التحكم في عدد الساعات التي تعملها لتحقيق حلمك. كلنا نملك 24 ساعة يوميا، لكن البعض ينجز أكثر من الآخرين. 15. الفقراء يظنون أنه يجب على الآخرين مساعدتهم للوصول إلى القمة. لا أحد يدينك بشيء، أنت وحيد في هذا الأمر، أنت المسؤول عما يحدث في حياتك. فالكل يحلم منذ صغره أن يصبح ناجحا، لكن عندما نكبر نكتشف أن الواقع شيء آخر. هذا العالم ينجح فيه الأفضل فقط، فالأشخاص الذين لا يستسلمون هم الذين لا يتوقفون عن التعلم والتكيف، الذين يعرفون أن لا أحد سوف يساعدهم على حل مشاكلهم. هؤلاء الأشخاص الذين عليك فقط مصادقتهم لعلك تستفيد منهم وتشاركهم مسيرتهم الناجحة، وإلا ستبقى دائما بين الأغلبية الفاشلة. أرجو أن يكون هذا الفيديو سبب في تغيير حياة أشخاص كثيرين إلى الأفضل إن شاء الله. نلتقي بإذن الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.